كده كويس كده كويس كده مش ضارب وفي نفس الوقت منور. طيب النهارده هتاخدوا حاجه جديده خالص ما خدتوهاش قبل كده بس هي سهله. يعني هنستخدم الكونسبت نفس الاليمنتس اللي كنا بنستخدمها قبل كده الليست والتيل والنون تيل نفس الكونسبت هنستخدمها بس في ابلكيشن مختلف. ابلكيشن بعبر فيه عن الجراف وبعبر فيه عن التري. انتوا عارفين يعني ايه جراف؟ الجراف انها بيبقى فيها عندي فيها vertices و edges صح؟ والتري كان بيبقى عندي فيها ايه؟ root بيبقى عندي nodes بقى left و right والright tree بيبقى فيها root و left و right وهكذا. فهو تكتيب السكشن المفروض ان التري الاول والجراف في الاخر بس انا قلت هبتدي بالجراف عشان هي اصعب حاجة وهي الحاجة اللي هتحتاج لكم تركيز بعدين نشوف هنعمل ايه في ال نشوف هنعمل ايه في التري سهله بس الجراف هي اللي سيبنا فيها تركيز. طيب طيب يا جماعه دلوقتي انتوا خدتوا الكومباوند اوبجكت صح؟ وفاكرين كان ايه فكره الكومباوند اوبجكت؟ ان انا لو عندي اوبجكت والاوبجكت دوت فيه كذا اوبجكت ساعتها بحتاج اعرف على التعريف بتاع البريديكت تعريف تاني في الدومين. فانا في المساله دي هستخدم الكومباوند اوبجكت عشان اعرف الادج. ليه؟ لان الادج ده هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن تو بوينتس هو بينهم هو لينك ما بين تو بوينتس او تو فيرتيسيز او تو نودز مش مهم تسموها ازاي بس هو لينك ما بين تو بوينتس. فالانفورميشن اللي لازم احتفظ بيها للادج هو التو بوينتس اللي بيلينك ما بينهم بس ممكن يبقى فيه انفورميشن اكتر بعدين. مثلا ممكن يجي لكم سؤال في البراكتيكال ان الادج ده يبقى الويت ساعتها هيبقى فيه التو بوينتس دول وساعتها هيبقى فيه كمان عليهم الويت بتاع اللينك. ممكن يبقى الجراف دوت دايركتد يعني ايه؟ يعني لما اقول A B غير B A لان ساعتها هيبقى كل اتجاه ليه معنى فمش هبقى ماشيه الدنيا كده بس انا في الحاله دي بتعامل على اساس ان الادج ملوش ويت الويت بتاعهم كل واحد وبتعامل على اساس ان هو نوت دايركتد يعني ايه؟ يعني A B هي بالظبط عندي زي B A. طيب لا ليه يرجع البتاع كده عشان انا شايف صوت ال فانا دلوقتي عندي الدومينز فيها ليست اوف سيركلز هيبقى ايه الليست ديت هستخدمها في ايه؟ هي دي اللي هتعبر عندي على البرتيسيز. طيب وهيبقى عندي ادج الادج ده هو عباره عن سيمبل وسيمبل وبعدين عندي list of edges وبعدين الجراف الجراف كلها هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن list of vertices او nodes وlist of ايه؟ of edges. هي دي الدومينز اللي انا محتاجه اعرفها. طيب لما اجي اتكلم في البريديكتس انا هعمل كلوز الكلوز دي بتحسب لي الادجيسنت يعني ايه؟ دلوقتي انا لو اديت الجراف دي نود وقلت له جيب لي النود الادجيسنت للنود ديت مش هيعرف يجيبها بسهوله لو اديته الجراف هيدور في الادجز اللي عندي ويشوف لي مين النود اللي جنب النود ديت في الادجز فلما يلاقي عندي طيب خليها معاك فدلوقتي انا عايزه احسب النود الادجيسنت النود اللي عندي
فهعمل ايه؟ هشوف الليست اوف ادجز، هشوف مين النود اللي ليها نود ادجيسنت ليها من الادجز، وهيبقى ده اوبشن ادجيسنت. فالفانكشن دي بتاخد ايه؟ بتاخد از انبوت سمبل وجراف، وبترجع لي از اوتبوت الفيرتكس الادجيسنت لي. طيب الفانكشن بتاعت الباس انا عايزاها تعمل ايه؟ انا عايزاها تحسب لي، يعني اديها 2 بوينتس وتقول لي 2 بوينتس دول في الجراف ايه الباس اللي همشي عليه عشان اوصل من البوينت الاولانيه للبوينت الثانيه، بس بشرط ان الباس ده ما يبقاش اسايكليك. يعني ايه ما يبقاش اسايكليك؟ هو ايه السايكليك باس؟ بالظبط السايكليك باس مش لازم يكون هو كله بيلف حول نفسه. السايكليك باس هو باس ممكن يبقى جواه فيه كلوز لوب، يعني ممكن من عند بوينتس معينه يخش وما يطلعش. لا انا عايزه الباس بتاعي يبقى سايكليك، يعني ايه؟ يعني هو ما ينفعش يمشي فيه غير بشكل واحد بس، ما يقدرش يلف. يعني من الاخر مفيش نود بيعدي عليها مرتين. طيب فانا عايزاه يحسب لي سايكليك باس. فالفانكشن ده بديله ايه؟ بديله از انبوت الستارتنج نود صح، وبديله انبوت برضو الان نود، وبديله انبوت الجراف، يقوم هو مرجع لي ليست اوف سيمبلز اللي هي هتبقى ايه؟ هي هتبقى النودز بالترتيب بتاع ان انا همشي عليهم. طيب فده بارت. انا عملت لنفسي فانكشن ثانيه اسمها باث 1 بالظبط، عامله زي الفانكشن اللي كنا بنستخدمها في التيل اللي هي بتاعت الاوكسيلري، بتبقى شبه الباس بس بيبقى فيه بارامتر بزوده كانه هو الاكيوميليتر، بس انا هنا ما زودتش بارامتر، انا اعتبرت ان الاولاني سيمبل واعتبرت ان الاند عندي ليست. ليه؟ لان انا قلت اكيد اي باس همشي فيه اخره هيبقى الاند بوينت، فانا هحط الاند بوينت ديت بدل ما هي لوحدها كده هحطها جوه ليست، والليست دي هي اللي هقعد كل شويه ازود عليها الادجيسنت اللي هيوصلني للستارت بوينت، لحد ما اوصل للستارت بوينت ساعتها هيبقى ده هو ده. تاني دلوقتي يا جماعه الاوكسيدري، مش الاوكسيدري كنت بعمل ايه بالاكيوميليتر؟ الاكيوميليتر كان فكرته ان انا بقعد حاجه بحسب فيها الفاليو، كل اتريشن بغير في الفاليو وازود عليها انقص عليها ازود على الليست لحد ما بوصل للستوب كونديشن. لما كنت بوصل للستوب كونديشن كنا بنعمل ايه؟ كان الاكيوميليتر اللي انا عمال احسبه هو اللي بيبقى الاوتبوت، كنت بقول ان الاوتبوت اللي انا عايزاه يطلع يبقى هو الاكيوميليتر. انا عامله هنا كده بالظبط، انا عملت فانكشن ثانيه، الفانكشن ده الثانيه ديت خليت ان الان بوينت اللي انت عايز توصلها هي نفسها اول ستيب في الحل. يعني ايه؟ هتبقى اول اليمنت هيبقى في الليست اللي هتطلع لي. طيب بس الاوتبوت عندي هو ده، فاللي عملته ايه؟ قلت له خلي دي الانبوت اللي بيجي لك منها في ليست، وافضل كل ما تلاقي ادجيسنت نود زودها عليه، خليه الهيد بتاعه، بعدين زودها عليه، خليه الهيد بتاعه، بعدين لما توصل للستوب كونديشن خلي اللي جالك هنا هو نفسه اللي جالك هنا. عشان كده انا خليت ده الداتا تايب بتاعته زي ده عشان يبقوا هما الاثنين اسلس، بس في الاول كان ده اسلس وكان ده سمبل. طيب دي باس 1. نيجي بقى للممبر. الممبر ده بيعمل ايه؟ الممبر دوت اللي احنا خدناه قبل كده، فاكرين الممبرشيب؟ كنت بشوف الاليمنت، لو هو الهيد يبقى خلاص، لو مش الهيد ارمي الهيد ودور في التيل، يجيب تاني الممبر يشوف الهيد بتاع التيل، لقاه ما لقاهوش يرجع تاني يشوف التيل بتاع التيل، وهكذا لحد ما بيوصل لبوينت يبقى خلاص الليست خلصت، يا اما فيها ممبر يا اما ما فيهاش. انا عملت الفانكشن بتاعت الممبر هي نفسها اللي انتوا خدتوها، هنعملها امبلمنتيشن ونكتبها، بس انا عامله بس ان هي ممكن تاخد ادج شكله كده اللي هو شكله اي سمبل سمبل، او ممكن تاخد فيرتكس. فلما تاخد ادج هتدور في الليسته بتاعت الادجز، ولما تاخد فيرتكس او نود هتدور في الليسته بتاعت النودز. طيب هتدور في الليسته بتاعت النودز. طب دلوقتي عايزاكم تشوفوا شكل الجول. الجول دوت انا بقول فيه ايه؟ بقول هات لي الباس اللي ما بين A ودي، يبقى دي ستارت بوينت ودي الاند بوينت، والجراف بتاعه شكله عامل كده. هو هيديني الجول الجراف بتاعه شكله عامل كده.
بتاعه شكله عامل كده. فانا عملت ايه؟ الجراف اول حاجه فيها هي ليست اوف نودز. بتقول لي ايه؟ بتقول لي انا عندي ليست اوف نودز فيها ايه وبي وسي ودي. فانا لو رسمت الجراف هيبقى شكله عامل كده A B C D. ده اول انبوت فهمته من الجول. وبعدين الثاني ليست ثانيه فيها الادجز. طيب بيقول لي في ادج ما بين الاي والبي، وبعدين قال لي في ادج ما بين البي والدي، بعدين في ادج ما بين البي والسي، وبعدين في ادج ما بين السي والدي. يبقى ده شكل الجراف، ومستني منه اعرف له الباث اللي بيوصلني من هنا لهنا. دي الستارت بوينت بتاعتي ودي الاند بوينت بتاعتي. انا اول ما ابص على الجراف دوت اعرف امتى ان انا حليت المساله صح. لو طلعت لي ايه؟ لو طلعت لي A B C D بس، يعني المسألة دي المفروض تطلعي تو سولوشنز A B D A B D على طول أو A B C D. طيب فأنا الأول قلت لنفسي هي حلها كده. طب أنا لو جيت عملتها as a program إيه اللوجيك اللي هفكر فيه عشان أحل المسألة؟ انا اوريدي قايله لكم حته بدايه كده، قايله لكم ايه؟ قايله لكم ان انا عارفه ان كده كده دي معايا، وهتبقى اول اليمنت هحطها في الليست اللي هتطلع اوت. فانا عندي كده كده دي، بس لسه بقى هقعد ازود عليها. طيب هفكر انا دلوقتي عندي دي وعايزه اوصل لايه. فاللي هعمله ايه؟ ان انا هدور على النود الادجيسنت للدي، فهيطلع لي سي وهيطلع لي بي. الاول هيجرب بالسي، فراح عند السي، بعدين هيقوم قايل طب هات لي نود، هات لي نود adjacent للسي. فلما اقول له هات لي نود adjacent للسي هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي بي وهيطلع لي بي. في الحاله دي انا كان المفروض احط كونديشن. الكونديشن دي بيقول لي ما تاخدش adjacent نود غير لو اتاكدت ان هو ما كانش موجود قبل كده في الباث. هي دي الكيس اللي لازم اتشك. فالمفروض وانا بدور على الدي وبدور لها على الادجيسنت كنت سالت نفس السؤال ده. فالاول حاجه هعملها ايه؟ ان انا هشوف الادجيسنت، وبعد ما اشوف الادجيسنت اتاكد ان النود اللي هاخده ادجيسنت مش موجود في الباث. لو مش موجود في الباث هزوده معايا. فانا دلوقتي هزود السي، بعدين السي هتقول لي يا بي يا دي. هيقوم قايل لي ايه؟ تقوم قايل البي. بعدين البي هتقول لي يا ايه يا سي. ساعتها هقول له سي اوريدي موجوده، يبقى ايه؟ وانا عامله ستوب كونديشن. لما توصل ان الهد يبقى هو الايه، خلي اللي انت بتجمع فيه اللي هو ده هو الامر. طيب طب هو البروجرام بعد ما يعمل ما يطلع السولوشن ده هيسكت؟ لا، هيرجع يعمل باك تراكنج. البريدكت هيرجع يعمل باك تراكنج، بس هيعمل باك تراكنج عند ايه؟ هيرجع عند الكلوز اللي كانت مطلعه تو سولوشنز. فهيرجع تاني عند البوينت دي، هيقول له لما انت قلت لي ادجيسنت كنت قايل ان في اوبشن غير السي، هات لي بقى الاوبشن التاني. فهيدي له بي، فيقوم هو عامل سولوشن تاني دي، يقول طيب هيجي عند البي هيقول للبي هات لي الادجيسنت بتوعك. فيقول له انا عندي adjacent A وعندي adjacent C. هنقول انه هيجرب ال adjacent C. لما يجي عند ال adjacent C هيبقى قدامه يا يبقى B يا يبقى D. هيعمل فين؟ لان هو الاثنين موجودين، هيقوم راجع تاني عند البوينت اللي قبله. لا، هات لي adjacent تاني للB. هيقوم يقول له انت جربت C؟ قال له اه جربتها وما نفعتش، هات لي بقى الA. فلما يجيب الاي بقى هيعمل ايه؟ هيلاقي ان الهد هنا هي نفسها الهد بتاعه الكويشن، فيقوم يطلع لي ده از سولوشن. مفهومه يا جماعه؟ مفهومه؟ فالواحد بيعمل ايه؟ انا قبل ما احل اي مساله اشوف الجول عايز ايه؟ واشوف الحل المفروض يطلع ازاي؟ وافكر انا هطلع الحل ازاي؟ بعد ما اعمل كده اكتب الكلوز، بس ما اقعدش اكتب الكلوز واجرب حظي، عشان زي ما انتوا عارفين ان الموضوع ده ما بينفعش. ما ينفعش يا جماعه، ركزوا معايا.
دلوقتي هنشرح الكلوز. دلوقتي انا عندي الكلاس بتاخد، مش انا قلت في فانكشن الاولانيه اللي ببدا بيها بالفانكشن اوكسيلر. الاولانيه هتاخد ايه؟ ستارت بوينت، الاند بوينت، الجراف، وترجع لي الباث اللي انا عايز احسبه. دي هتندر على باث 1، بس كل اللي هتعمله ايه؟ ان هتحط الاند بوينت، يبقى هو اول اليمنت في الانسر اللي هيطلع. ده يجيبني بقى عند الستوب كونديشن. ستوب كونديشن ايه؟ لما يبقى اول اليمنت انا كنت عايزاه هو الهيد بتاع الباث اللي انت عمال تعمله اكيوميليشن، مش فارق معايا ايه اللي في الجراف، طلع لي دوت الانسر. طيب؟ نيجي بقى للكور، للكور كلوز، الكلوز اللي هي باث 1. باث 1 دي بتاخد ايه؟ بتاخد ايه؟ بتاخد الواي دي اللي هتبقى الاليمنت، اخر اليمنت اللي انا عايز اوصله. وبتاخد الجراف وبترجع لي الباث. اول حاجه هعملها ايه؟ هروح اقول له جيب لي البوينت الادجيسنت للواي من الجراف ده. فهيجيب لي بوينت اكس، يعني ده عندي انبوت وده عندي انبوت وده اوت. هجيب لي بوينت اكس، هقوم عامله ايه بقى؟ هقوم انده على الفانكشن بتاعت الممبرز وهقول له هل الاكس ده ممبر من الباث 1، من الباث اللي انت شغال فيه دوت، هل هو ممبر؟ فيقوم عامل لي ايه؟ لو رجع لي يس، يس مع نو يعمل لي ايه؟ نو. بس لو رجع لي نو، نو مع نو يديني يس، فاقدر اروح اللي بعدها. انتوا فاكرين الحته بتاعت النوت دي؟ مش احنا كنا استخدمناها قبل كده؟ اللي هي بتعكس اللي جواها، لو مختلف، لو مختلف عنها بيبقى الريزلت نو، ولو زيها بيبقى الريزلت يس. فدي عمرها ما هتبقى بترو غير لو الحاجه اللي هو جابها لي ادجيسنت للبوينت ما تبقاش كنت خدتها قبل كده، يعني مش في الباس التمهيدي بتاعي اللي هو باس 1. طيب لو طلعت ممبر بقى اعمل ايه؟ اقوم نادها على نفس الفانكشن، اديها برضو الايه؟ بس اديها الباس بعد ما زودت عليه مين؟ الاكس اللي جات لي. يعني بقى دلوقتي الباس بقى فيه اكس وواي. واديله الجراف واستنى منه الباس. طيب؟ تعالوا نشوف بقى الفانكشن بتاعت الادجيسنت بتعمل ايه؟ سهله. الفانكشن بتاعت الادجيسنت بديها اكس، بديها قصدي واي، وبستنى منها اوتبوت اكس وده انبوت، وبديها جراف انبوت نودز اند ادجز. تقوم هي عامله ايه؟ تقوم قايله هات لي الادج اللي فيه اكس ادجيسنت للواي من الليست بتاعت الادجز. طيب مش انا بقول لكم ان الجراف دوت مش دايركتد؟ يعني انا ينفع معايا يبقى الادج ترتيب الاكس بعد او ترتيب الاكس قبل. فانا قلت له جيب لي الاكس لو ترتيبها هنا في الادجز او ترتيبها كده. او دي بعملها ازاي؟ سيمي كولن. يعني يا دي تبقى بترو او يا دي رجع لي منها انسر، ولو ما عرفتش رجع لي من ده. هيدور فين بقى؟ هيدور في الليست بتاعت الادجز. مش انا الجراف اصلا مديها له ليست اوف نودز وليست اوف ادجز؟ هيدور فيه. طيب الفانكشن بتاعت النمبر اهي، اللي هو لو الهيد هو الهيد خلاص. طيب لو مش الهيد روح اندهلي على الاكس معاها التيل. خلاص يا جماعه فاهمينه؟ طيب تعالوا نصعبها سنه. دلوقتي انا بحسب الباس بيطلعه لي مثلا A B D او A B C D. طب انا لو عايزاه يطلع لي كوست، يعني يعني في الاي بي دي يطلع لي 3 لان هو بيمشي على، هو مش هيطلع لي 3 هو هيطلع لي 2 لان هو بيمشي اي بي وبي دي. ففي في السولوشن الاولاني هيطلع لي ان الكوست بتاع اني اروح من الاي للدي 2 عدد النودز يعني بالظبط، او عدد الادجز بمعنى صح اللي بمشي عليها. ولو هيطلع، لو هيمشي في اي بي سي دي يطلع لي 3. انا كده مبدئيا بفترض ايه؟ بفترض ان كل الادجز ليهم نفس الويت اللي هو الويت بكام؟ 1. بس ده مش ممكن، يعني انا عايز اقول لكم ممكن يجي لكم حاجه ثانيه، ممكن يجي لكم مثلا ان في ادج ليها ويت مثلا 5 وادج ليه ويت 7 واقول لك احسب لي الباس اللي وذ ذا ليست كوست. ده سؤال ممكن يجي مثلا في البراكتيك. بس انا دلوقتي هحسبها، هعملها بشكل مبسط ان انا هزود الكوست على المساله دي من غير ما افهمها من اول وجديد.
فانتوا ساعدوني وقولوا لي ايه الحاجات اللي احنا هنحتاج نزود فيها. هل مثلا لو كل مره عندي فيها اتش اكس واي ازود كاونتر مثلا؟ لو ايه؟ كل مره عندي فيها اتش اكس واي ازود كاونتر مثلا بالظبط. بالظبط. طيب يا جماعه مبدئيا في شويه حاجات الشكليات. من ضمن الشكليات ايه؟ ان انا بقى هيبقى بيرجع لي ايه؟ زد وجراف وكوس وكوس صح؟ ونفس الحكايه انا عندي الفانكشن ديت بديها ايه؟ بديها باس 1. ركزوا معايا بقى في الحته دي. باس 1 هديها ايه صح؟ وهديها زد جوه ليست. وهديها ايه كمان؟ هديها جراف. وهديها ايه كمان؟ والباس. وايه كمان؟ بوست. مش هديها حاجه كمان؟ زيرو. بالظبط. هديها زيرو فين؟ نقول هنا. ليه يا جماعه؟ مش انا عندي اكيوميليتر بيحسب الليست، انا عايزه برضو اكيوميليتر وهو بيحسب الليست بيجمعني عشان في الاخر اقول هنا ان ده هيبقى زي ده واللي بعديه هيبقى زي اللي بعديه. فاهمين؟ فانا هديها ايه؟ وزد وزيرو. وهديها الجراف وهديها الباث وهديها الكوست. طيب نيجي بقى في الستوب كونديشن. انا قلت له ايه؟ قلت له ايه وايه وباس 1 وبعدين كوما الجراف كوما ايه باس 1. هزود حاجه هنا وهيلاقي ايه؟ ايه باث 1 وكوست 1 وبعدين الجراف مش فارق معايا بس خلي لي الباس ده هو الباس ده صح؟ هو كوست 1 ده هو بعد ما لا كوست 1 ده هو الكوست اللي انا عمال احسبه الاكيوميليتر بتاع الكوست. طب اللي كمان بس هو اسمه ده اسمه كده ممكن اسميه اي اسم ممكن اسميه كوست اوبزيلري. انا عشان مسميه ده باس 1 فانا قلت اسميه ده كوست 1. وهنا هيبقى ايه؟ كوست 1. يعني اللي هنا هيبقى هنا واللي هنا هيبقى هنا. طيب يا جماعه انتوا مش عايزين تفهموا الكوست يعني فاهمينها؟ مشرحهاش؟ طيب صوت لو سمحتوا. نيجي بقى في باس 1. باس 1 بتاخد ايه؟ واي وباس 1 وهزود عليها دي ايه؟ واي باس 1 بتاخد كوست 1 وجراف وباس كوست. نيجي بقى للادجيسنت. انا هعمل حاجه في الادجيسنت. ايه الحاجه اللي هعملها في الادجيسنت؟ ان انا هخلي الادجيسنت مش بس بتجيب لي اللي جنبي، هي بتجيب لي اللي جنبي وبتجيب لي سعره او يعني الكوست اني اروح له. طب انا ليه عاملاها في الادجيسنت؟ لان الادجيسنت هي اللي بترجع لي النود وكل مره هيبقى سعر النود مرتبط بانهي نود رجع لي. فعشان كده انا حطيتها هنا. قلت له لما ترجع لي الاكس رجع لي كمان الكوست بتاعه. يعني هو بيرجع لي الكوست بتاعه. طيب انا في المساله دي عامله الكوست حاجه بسيطه جدا ومثبتاه ان الكوست ايكوالز 1. طيب لما الكوست يرجع لي المفروض هنا اعمل بيه ايه؟ ازوده على مين؟ ازوده على كوست 1. والزياده دي احطها في فاريبل تاني هو ده اللي هنزهه صح؟ طيب بعد الادجيسنت ما يجيلي وبعد ما اتاكد اني هاخده يعني بعد ما اتاكد ان هو مش ممبر في الباس فهو قايل له ايه؟ هو قايل له انت عندك كوست اكس واي مثلا هو عباره عن الكوست 1 ده بس الكوست اللي هيرجع لي من الادجيسنت. فانا عملت ايه يا جماعه؟
بتاع الاكس زودوا على الكوست اللي هو الانيشال كوست. فانا مثلا عندي ده اول مره هيبقى بزيرو، ده هيرجع لي كام؟ واحد. زيرو زائد واحد واحد، حطيته في فاريبل الثاني، الفاريبل الثاني ده بقى هو اللي هبعته لما اجي انده الفانكشن ده. فهحطه فين بقى؟ هحطه هنا. هيبقى عندي ايه؟ اكس واي وباث 1 ومعاها كوست اكس واي ومعاها الجراف والباث بترجع. فهمتوا يا جماعة؟ طيب كل الحاجات دي طبعا بقى هيبقى لها انعكاسها في ايه بقى؟ في البريديكت. يعني دلوقتي انا كنت عامله البريديكت على اساس ان هي ما بتاخدش انتجر. كل البريديكت من البريديكت اللي انا كنت معرفاهم في الاول هزود في الاخر انتجر عشان هي كمان بقت بترجع لي ايه؟ بترجع لي كوست. طيب انا قصدت ان انا اشتغل على اللي قبلها عشان تفهموا ايه الفرق اللي حصل، لان هو فرق بسيط جدا. هو كل حكايه انا زودت عندي بارامتر والبارامتر دوت انا بجمع فيه ازيجو بس. في حد قاعد مش فاهم الجراف؟ مش داخل؟ مش داخل في عملي بس داخل في النظري صح؟ هي عامة حاجة كويسة لأن مسائل الجراف طيب عشان واحد منكم كان بيسألني طب لو الكوس مش ثابت الكوس متغير هعملها ازاي؟ اعمل فاريبل شيل الكوست. ايه؟ فاريبل شيل الكوست لكل مثلا لكل ايدج مثلا لو بالظبط. عارفين الكومباوند اوبجكت اللي انا كنت معرفاه للادج اللي كان بياخد سيمبل وسيمبل؟ انا هخلي اي دي سيمبل وسيمبل وانتجر، وهيبقى الانتجر ده بيديهولي انبوت يقول لي الجراف فيها اتش اي بي والكوست بتاعه 6 وبي سي الكوست بتاعه 7 وهكذا. طيب دلوقتي فكره التري ظريفه قوي. ايه فكره التري؟ انما التري مثلا ممكن يبقى شكلها عامل كده. طيب يا جماعة التري دي عبارة عن ايه؟ التري دي ناس تتكلم ورا. التري دي ايه الروت بتاعها مين؟ الروت بتاعها ايه؟ اللف تري بتاعتها مين؟ ده بيسموه لف تري. وده تري على فكرة، بس تري ايه فكرته؟ ان الروت بتاعه بي والرايت بتاعه نل، بس في الكورات بنسميها نل واللف بتاعه نل. طيب السي ديت عندي هي عباره عن رايت تري، الروت بتاعها سي، اللف تري بتاعها الروت بتاعه ايه والرايت واللف بتوعه نيل ونيل. والرايت تري بتاعتها هي عباره عن دي ليها رايت تري وملهاش لف تري، والرايت تري بتاعتها اللي هو الاف دي روت اسمه اف وملوش لا لف ولا رايت. طيب فدي فكره التري. يعني من الاخر لما اجي اعرف التري دومينز هعرفها ازاي؟ فهو قايلة في الدومينز ان انا عندي اي تري هي عبارة عن تي، والتي دوت عبارة عن تري سيمبل تري. وممكن التري تبقى طب ايه السيمبل ده؟ ده روت. مش اي تري هي عباره عن روت ولف تري ورايت تري. فانا دلوقتي كل الكلام اللي انا كنت بقوله ده انا اختصرته هنا، ان انا بقوله ان انا عندي تري هي عباره عن روت ويمين وتري وشمال وتري. او التري انيشلي اي تري انيشلي بتبقى عباره عن ايه؟ بتبقى عباره عن نل لحد ما احط فيها الفيرست اليمنت. طيب نيجي بقى للبريدكتس.
لما يلاقي الحاجة اللي بيدور عليها تبقى هي روت. طيب طب الكلوزز دي لما اجي اكتبها اكتبها ازاي؟ هما يلاقوا اول حاجة ايه؟ الفانكشن اللي اسمها ايه؟ بتاخد سيمبل وتري. فانا هما يلاقوا هل الاكس اللي عندك ديت هي الروت اللي في التري؟ طب الروت اللي في التري اكتبها ازاي؟ سي مش فارق معايا ايه ده على اليمين؟ اكس تبقى زي الاكس؟ مش فارق معايا ايه ده على الشمال؟
دي الحاجة الوحيدة اللي هتعمل ترو. طيب لو ما لقيتهوش اعمل ايه؟ هما يغيروا، روح عند الاكس، والاكس دوت انا مش فارق معايا في كل الموضوع ده غير اللفت ده، مش فارق معايا ده، مش فارق معايا. ولما تخش هنا بقى انده على نفس الفانكشن، بس المره دي اديها الاكس ومعاها مين بقى؟ المفروض ننده للرو معاها القلب. دي بالظبط كاني بقول له ايه؟ روح دور على الاكس في اللاف تري. طيب لو طلع من هنا وما وصلش للنقطه، يعني ما طلعليش يس، طبيعي ان اللي بعدها يروح فين بقى؟ اكس تي. انا مش فارق معايا اللي هنا ولا فارق معايا اللي هنا، ار ان اكس. فاهمين يا جماعه؟ سهله صح؟ فانا اللي بعمله ايه؟ ان انا اول حاجه بشوف هل الاكس هي الروت؟ لو مش الروت دورلي في اللفت، لو ما لقيتهاش في اللفت دورلي في الرايت. ومحدش يقول احنا محتاجين نحط كات، ليه احنا مش محتاجين نحط كات؟ انا عايزاه يخش فيهم كلهم لو ما لقاش، لو ما لقاش يعني انا عايزاه يخش هنا لو ما لقاش، لو ما كانش الروت، وعايزاه يخش في الرايت تري لو ما لقاش في اللفت تري. لو عدى عليهم كلهم وما كانش طلع لي يس يبقى هي فعلا مش موجوده، فانا مش فارق معايا ان انا احط كات، لانه يس نو كويشن، هو مش هيعمل باك تراك. طيب؟ هو لو لقاها لا 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 ده مش واضح، ده اسمه كويشن. انا بقوله هل البي ممبر في التري ولا لا؟ بس الحركة دي عشان جربتها قبل كده خير الإنسان. طيب يا جماعة انتوا واخدين بالكم من حاجة في التري دي مختلفة؟ دي بيسموها البايننري تري. طب هو ايه اللي بيميز البايننري تري؟ من الشمال لليمين. يعني ايه؟ ما ينفعش حاجه تبقى على شمالي اكبر مني، ما ينفعش حاجه تبقى على يميني اصغر مني. فدلوقتي عامله ايه الفايف؟ هل في حاجه على يمينها اصغر منها؟ لا. طيب التري هل في حاجه على يمينها اصغر منها؟ لا. طب نرجع تاني للفايف، هل في حاجة على شمالها أصغر منها؟ أكبر منها قصدي؟ فأنا بعمله إيه؟ إن أنا كل ما بيجي لي element بتشك مع الروت، هو أنت أصغر من الروت ولا أكبر من الروت؟ لو أصغر من الروت يبقى هتبقى على شمال، لو أكبر منه هتبقى على يمين. فاللي بيحصل في الآخر إن الباينري تري تبقى تري سورتد. إيه عازة أو إيه فايدة إن التري تبقى سورتد؟ أسهل في السيرش. أسهل في السيرش وأسهل في الإنسيرت. إن بدل ما أنا بحاول احط في التري كلها او بدور في التري كلها، انا ممكن يعني اكون وفرت تقريبا نص الوقت عشان انا نص التري ما تلزمنيش، لان هي يا اما اكبر مني يا اما اصغر مني.
فده بالظبط اللي انا هعمله. فلو انتوا فكرتوا هتلاقوا ان السيرش بتاع النمبر في باينري تري سهل جدا. ايه فكرته بقى؟ فكرته كالاتي، انا دلوقتي عايزه اشوف لو كانت السكس قلبت في التري دي ولا لا. لو انا بفكر احل مساله زي دي هحلها ازاي؟ هو قايل لك هل السكس اكبر من الفايف ولا اصغر من الفايف؟ لو السكس اكبر من الفايف يبقى ادور على السكس بس في الرايت تري. طب هل لما تخش في الرايت تري هتدور في الرايت تري بس؟ لا، هترجع تاني تسال نفسها هل هي اكبر من الايت ولا اصغر من الايت؟ اصغر من الايت، يبقى ادور على يمين الايت، على شمال قصدي الايت. يجي هنا هيلاقيها هي الروت، يقوم عامل يس. يبقى انا عشان اكتب حاجه زي كده هعملها ازاي؟ الموضوع سهل. انا اول حاجه عايزه تشك اني نفس الستوب كونديشن بالظبط. الاول ده مش معانا لسه والله، بس هما يلاقوا ايه؟ هما يلاقوا الاكس ديت لو هي الروت يبقى ايه؟ يبقى يس، صح؟ طيب الاكس ديت هدي برضو تي وقال وما يلزمنيش وما يلزمنيش، بس لازم اعمل حاجه عشان اخش هنا، لازم اعمل كونديشن. الكونديشن دي بتقول لي ايه؟ اصغر في بيت ان فانكشن بتحسب لي مين جريتر، يعني هي ممكن تعمل باكس اكبر بس يعني عايزين نستخدم الفانكشن اللي عندنا. بنقول مثلا لا بس اكشلي انا محتاجه روت. فهم قايلين له ايه؟ لو الاكس اللي انت بتدور عليها اكبر من الروت، لو الاكس اكبر من الروت ساعتها المفروض يدور فين؟ الرايت تري. ساعتها هما قايلين له اكس دورني بقى على الاكس في الارض، صح؟ طيب لو ما دخلش هنا يبقى اكيد اللي بعدها دي بتقول لي ايه؟ خش في اللفت تري بقى. مش يعني هو كده كده هيكس على ان هي الروت والاصغر او الروت والاكبر. بس في حاجه فيها، انت لو ما كنتش عملت هنا الكونديشن بعد ما يخش هنا ويخلصها ممكن يخش هنا. فاهم؟ واحنا هنبعته تاني اكس او ار او ايه؟ هو هيعمل ريكيرجن تاني؟ وبعد ما اعمل ريكيرجن تاني هيتشك هل هي الروت؟ لا انا قصدي لازم نكتب كونديشن عشان ممكن يظبط. بالظبط. خلاص يا جماعه خلصنا دي؟ ايوه. طيب ايه؟ 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 بقول له اكس سي ال ليفت روت. اوكي
فين يعني. انت عايز تخليه جوا؟ بس نخليها دوت. لا بس خلي بالك ساعتها بقى في الاور قال بالظبط ما تخيلش ظبط كده يعني خليه بياخد القلب والجوت والار. نرجع الزمن انت ترجع يا جماعه ركزوا معايا دلوقتي انا عايز اعمل فانكشن. الفانكشن دي بديها السمبل وبقول له زود على الباينري تري ديت بس في نفس الوقت يبقى بيمنتين الاوردر انسيرت البالانس. يعني مثلا لو انا عايز ال5 بلس 3 بلس 8 ديت ازود عليها 6 اللي المفروض يطلع لي ايه؟ تطلع 6 على 100. هيروح عند ال5 هيقوم يقول هو اللي انت اللي عايز تدخله اكبر من 5 ولا اصغر من 5؟ اكبر. لو اكبر يبقى انا هروح عند الرايت. هيسال هل ال8 اكبر من 5 ولا اصغر من 5؟ الست اكبر. اصغر من 8 ولا اكبر من 8؟ اصغر من 8. هيقوم رايح عند اللفت 3. اول ما يلاقي ان ال3 بقت نل رجعها لي فيها رقم. هيقوم حاطط هنا ايه؟ طيب دي بقى لما نيجي نعملها هنعمل فانكشن. الفانكشن دي اسمها add leaf. و add leaf دي بتاخد ايه؟ تاخد 3 صح؟ مش انا بديها 3 وبديها سيمبل وبترجع لي ايه؟ بترجع لي 3 اللي هي 3 بعد ما زودت عليها 0. طيب هما يلاقوا ايه؟ لما ال 3 تجيلي فاضيه ومعاها الاكس ترجع لي ايه؟ ترجع لي الاكس بس في صوره 3. الاكس اللي في صوره 3 عباره عن ايه؟ تي من اكس من طيب. لما يديلي التري ديت والتري ديت يبقى فيها لف ويبقى فيها اكس يبقى فيها رايت ده شكل التري. واكتشف ان الاليمنت اللي هو اداهولي اوريدي موجود. مش ده وارد انه يحصل؟ مش وارد يقول لي اعملي اد لل 3 اد لل 3 ديت هتخش اكس رايت. طيب بقى الكونديشن اللي بتعمل انسيرت فعليا بديها 3 لا اكس رايت. بترجع لي ايه؟ اقول لكم حاجه دلوقتي لو الاكس ده انا عارفه ان هو هيحصل له انسيرت في الرايت تري انا متاكده لو انه لو دخل في الروت في الرول دوت يبقى هو هيعمل هيدخل الاكس في الرايت تري يبقى انا ممكن اكون عارفه جزء من الاجابه صح؟ يعني هبقى متاكده ان اللفت هيبقى زي ما هو صح؟ وهبقى متأكدة ان مبقاش اكس وهبقى متأكدة ان الروت هيبقى زي ما هو بس مش هبقى عارفة الرايت هيبقى هو هو
اقصد في الرايت كده. لا بما الار تبقى ايه اقل من الاكس، يعني لو عملت الفانكشن بتاعت الجريتر الاكس والار لو دي بترو ساعتها يبقى انا عارفه ان انا هدخل الاكس في الرايت، يبقى الاوتبوت اللي هيرجع لي هيبقى اللفت بتاعه زي ما هو والار بتاعه زي ما هو، بس الرايت وان مختلف. انا بقى لما اجي انده هنده على مين؟ قولوا لي بقى، انا لما اجي انده هنده على مين؟ انا دلوقتي بحط في مين؟ بحط في الرايت. بحط مين؟ الاكس اللي هيرجع لي ده هيبقى مين؟ الرايت وان. صح؟ نفس دي بالظبط هنعكسها ونعملها لللفت. هيبقى عندي ا دي نفسها بالظبط، بتاخد تي وبتاخد لفت وار ورايت، وبتاخد اكس بترجع لي ايه؟ تي ها؟ لفت 1 لفت 1 ار والرايت زي ما هي. لما اجي اعمل كومبيتيشن هعمل ايه؟ هل الار بقى المره دي هي اللي جريتر ذان الاكس؟ طب لو الار جريتر ذان الاكس؟ ليف. وليف دوت هتديله مين؟ ليفت. تديله اللفت والاكس يرجع لي لفت 1. فهمت يا جماعه؟ خلصنا؟ بعد مستيق. نعم. دكتور معاك. إيه فيك مشوار؟ تمام. تعمل حاجة ولا؟ فكر. دلوقتي هنا أنا عايز أنسبك في اللفت. أنا دلوقتي اتأكدت إن اللي أنا هزوده هو الأكس. هيبقى في اللفت. اتاكدت منين؟ ان الكونديشن دي حصلت. طيب ساعتها الار هيبقى زي ما هو. الار ده اللي هو الروت. الروت والرايت هيبقى زي ما هو، دول انا متاكده ان هم هيطلعوا في الار. بس انا لسه مش عارفه ده. طب ده اللفت وان ده هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن الاكس بعد ما احطها في اللفت عشان ترجع لي اللفت. يعني اللفت الابديتد يعني. يعني اللفت لما احط فيها الاكس اللي هيرجع لي ده هيبقى اللفت 1 اللي هيطلع الاوت مع الار والرايت. فهمت؟ ها؟ اول صوت مين ده؟ اه يا جماعه الستوب كونديشن بقى ايه؟ هيفضل يخش في اللفت تري او الرايت تري لحد ما يوصل لمرحله هيلاقي ان الرايت بتاعها او اللفت بتاعها فاضي. لما يبقى الرايت بتاعها او اللفت بتاعها فاضي هو ده المكان بالظبط اللي انا عايز احط فيه. فلما يجي لك تري فاضيه التري ديت هترجعها له عباره عن ايه؟ عباره عن تري بس هو الروت بتاعها ويمينه فاضي مش منفوخ. يعني انا لما جيت زودت السته وصل لمرحله ان التري بتاعته فاضيه اهي، قمت قلت له ايه؟ الفاضيه ديت خليها تري فيها الاكس ويمينها فاضي مش منها فاضي. مش منها فاضي. فهمت؟ ناخد الديسبلاي على قد ما الديسبلاي شكلها او اسمها يبان له سهل. هي سهله يا جماعه جدا. ثانيه بس بتاعتي الكتابه لما تقولوها ما تكتبوش. انا قلت لحد يعمل لي اد على الجروب وهنزل الوورد وما عليش اد. هو مش انا الادمن. مش انت الادمن؟ ما فيش داعي تكتبي. انا عندي وورد دوكيمنت حتى ممكن ابعتها دلوقتي لحد في ايميل على الايميل بتاعه وهو يوقعها عليه. دكتور هو معاكي كل السكشن؟ كل السكشن معمول؟ لا ده بس معمول بس بقيت الحاجات معموله فوق. مشكلة ايه؟ طيب يا جماعة ركزوا معايا يا سمحت عشان دي اخر مسألة عشان تروحوا. يا سكتة بتاعتي مش انا عايز اعمل فانكشن. الفانكشن دي المفروض بتعمل ديسبلاي للتري بس هي ما بتعملش.
تقول لي 5 3 8 و 3 سولوشن مش هتعمل كده. هي هترسم الروت الثري. هترسمها ازاي؟ يعني مثلا هتقوم عامله 4 سبيسز وتحط ال 5 وبعدين تعمل نيو لاين 2 سبيسز تحط ال 3 4 سبيسز تحط ال 8 وبعدين تعمل نيو لاين. هي مش بترسم دوائر يعني، هي بس بتعمل 5 و 3 و 8. بس انا مش بس عايزه كده، او مش انا اللي عايزه والله، هو دكتور ماركو اللي عايز كده، ان هو عايز ال 3 يبقى شكلها عامل ازاي؟ 5 8 3. يعني كان ال 3 خدتها مش قلبتها كده، هتطلع لي الشكل ده. طيب تاني دلوقتي انا لما ببص على اي مساله هو عايز اطلع له الحل كده، انا لازم افكر هو الحل كده ده اللي هو عباره عن ايه؟ اعمله ازاي؟ ماشي. هو بيقول ايه؟ انا هفضل انده 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 على الفانكشن لحد ما اوصل للنل. بس النل في انهي اتجاه؟ تحت. في انهي اتجاه برضو؟ الرايت. يعني انا بروح عند اقصى رايت للرايت، يعني رايت للرايت. يعني مثلا لو دي كانت عباره عن حاجتين مثلا 7 و 9 وبعدين ال 9 دي طلع منها 5، المساله دي مش هتبتدي تكتب غير من عند ال 5. فاللي بتعمله ايه؟ تنده على الرايت وبعدين هات لي الرايت بتاع الرايت وبعدين هات لي الرايت بتاع الرايت. اعرف امتى ان انا وصلت لاخر رايت؟ لما يرجع لي نل. لما ترجع لي نل بقى خد عندك كام سبيس، انا هعرف منين السبيسز. كل مرة بخش ليفل، يعني انا عندي الستاندرد سبيسز 2 سبيس، يعني ده بينه وبين ده 2 سبيس، وده بينه وبين ده 2 سبيس، وده مفيش قبليه ولا سبيس. فانا لما اوصل لدي هكون عملت ايه؟ 2 سبيس بلس 2 سبيس بلس 2 سبيس، يعني دي هكتبها بعد 6 سبيس. يعني طول ما انا شغاله بدور على الرايت بتاع الرايت انا في نفس الوقت بزود على سبيسز. طيب دلوقتي بقيت عارفه ان ده اول حاجه هتتكتب، اقوم عامله رايت عدد السبيسز، وبعد ما رايت عدد السبيسز ارايت الروت. طب بعد ما اكتب الروت المفروض بقى ارجع للستاب اللي ورايا، ماشي؟ لما ارجع للستاب اللي ورايا اقلل السبيس وبعدين اكتب الروت، بعدين ارجع للي ورايا اقلل السبيس وبعدين اكتب الروت. طب بعد ما اكتب الروت بتاع ده في ليفت، اروح عند الليفت. بعد ما اروح عند الليفت وهكذا. بصوا هي كده تبان صعبه، بس لما دي اكتبها تحسها سهله. وهو في الاخر بيعمل ايه؟ هو بيكتب الرايت 3. يعني انا عايز اقول لكم ساعات المسائل دي بتبقى صعبه لما انا افكر في الاتريشنز كتير، تبقى اسهل ان انا افكر ان المساله دي كانها بتتحل في الفيرست اتريشن. لو انا فكرت في كل المسائل ان هي بتتحل في الفيرست اتريشن وما عملتش اي حاجه غير ان انا عملت ريكيرجن، لازم ابقى عارفه ان الريكيرجن هيشتغل زي اول اتريشن. فانا اسهل لي ان انا افكر ان هي اتريشن واحده. طب لو هي اتريشن واحده حاجه زي كده انا هسيبها ازاي؟ هقوم قايل لي خد عندك 2 سبيس اكتب الرايت بعدين اعمل نيو لاين وبعدين تعمل نيو لاين اكتب الروت وبعدين اعمل نيو لاين خد عندك 2 سبيس واكتب الليفت، وده اللي هيبقى شكل كلوز. بس بعد ما بعمل ده كل مره بعمل ايه؟ ريكيرجن. الريكيرجن ده هيعمل الشكل ده من غير ما افكر، مش لازم اعقد نفسي، بس انا بشكلها المبسط اللي هو 5 3 و 8 لو عرفت احله وطلع لي الريكيرجن بسيطه هو هينفع مع اي عدد من الريكيرجنز. طيب عشان ساعات لما بقعد افكر في خامس اتريشن وسابع اتريشن واعمل تريس، ساعات التريس بيلخبط وبيعقد الدنيا. فدلوقتي هقول لكم شكل الكلوز. Thank you.
دلوقتي عندي
في فانكشن جديده اكتبها اللي هي لما بيجي لي شو في مثلا عباره عن تي ليفت واكس ورايت ابعت على مين شو 2 وديها نفس التري اللي هي ليفت والاكس والرايت وديها معاها ايه زيرو صح لان السبيسز انيشالي زيرو طيب يبقى اول مره هخش في الفانكشن دي هترجع على الفانكشن الاوبزيلري اللي هتديها نفس التري ومعاها زيرو اللي هو الاكيوميليتور بتاع السبيسز هيقوم داخل هنا بقى بيحصل ايه انا عندي ليفت تري وعندي روت وعندي رايت تري وعندي اكيوميليتور بزيرو اول حاجه هعملها ان الاكيوميليتور ده اللي هو الزيرو هزود عليه اثنين هزود عليه تو سبيسز اللي هما الاثنين دول صح لان اول حاجه هرسمها مين الرايت تري وبعد ما ازود عليه اثنين سبيس هقوم قايل له روح ارسم لي الرايت تري بس بعد ما تبقى انت سبت اثنين سبيس يعني ايه انا قلت له شو بالظبط كاني بقول كده شو رايت تري افتر تو سبيس طب بعد ما يشو رايت تري افتر تو سبيس اعمل لي تاب عارفين التاب اللي على الكيبورد انا كاني عملت الفانكشن بتعمل بالظبط التاب لسه هعملها بس الفانكشن دي لما اقول له تاب 0 هتعمل ايه هتقف في مكانها لما اقول لها تاب 2 كانها عملت 2 تاب ده يعتبر عندي كام تاب 1 تاب بالظبط انا هنا بقوم قايله له ايه تاب اتش والاتش عندي بكام ب 0 فهو واقف هنا وبعد ما التاب الاتش رايت الاكس هي 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 رايت مين هيرايت الروت اللي هو اول مره انا عندي ده 8 وعندي ده 5 وعندي ده كام 3 فانا قلت له اول ارسم ال 8 بعد 2 بعد ما رسمها قلت له اعمل تاب 0 واقف عند مكانه وبعدين قلت له اكتب لي ال 5 طيب بعد ما تكتب لي ال 5 نيو لاين بعدين بعد ما تعمل نيو لاين ارسم لي الليفت 3 بعد 2 سبيس شفتوا هي شكلها هنا اسهل من لما شرحتها صح؟ السلام عليكم طيب فانا بعمل ايه؟ تاني انا اللي بعمله بقول له اول حاجه اخد منه الاكيوميليتر بتاع السبيسز اللي انا اول حاجه هعملها ايه؟ هزود على الاكيوميليتر 2 سبيسز بعد ما ازود عليه 2 سبيسز هقول ارسم لي الرايت تري عشان هي اول حاجه بعد 2 سبيسز وبعدين ارسم لي او يعني اعمل تاب بزيرو اللي هو الانيشال سبيس اكتب لي الروت بعد ما تكتب الروت اعمل نيو لاين بعد ما تعمل نيو لاين ارسم لي بقى الليفت تري بعد تو سبيس فهمتوا يا جماعه؟ هتمشي عليها بالظبط هيمشي عليه كده فانت فكره ايه بتحس ان هو لو كبير مش هيمشي عليه الفانكشن دي الفانكشن دي لو نفعت في 5 و 3 و 8 هتنفع في اي حاجه لان ده شكل تري مش مهم هي كبيره قد ايه انت لو عملت التري عندها 11 ليفل هيمشي عليه الفانكشن دي لانه هيعمل ايه هيبتدي بالانيشال اللي هي دي اللي هي عندي الاتش ب 0 وهيفضل ينده على شو رايت يفضل ينده عليها يفضل ينده عليها يفضل ينده عليها لحد ليفل 11 وبعد ما يوصل ليفل 11 يبتدي يرجع يرسم فهيرسم يعني هيعمل كاني بصوا يا جماعه انا هنا شغاله نون تيل فاكرين النون تيل؟ النون تيل كان بيبقى عندي ايه؟ كان بيبقى عندي بلوك بيفتح بلوك بيفتح بلوك بيفتح كل دي بلوك متفتحه مستنيين البلوك اللي قبليها تخلص عشان ترجع لها فانا هنا شغاله نون تيل لحد ما اوصل لاخر رايت لما اوصل لاخر رايت بعمل ايه ارسمه بعد ما ارسمه ارجع للبلوك اللي قبلي البلوك اللي قبلي يترسم بعد ما يترسم ارجع لقبلي ارجع لقبلي لحد ما ارجع لاول بلوك اللي انت شايفه دلوقتي فاول بلوك انت شايفه دلوقتي الاتش هتفضل لسه بزيرو وهترسم الاكس بعد ما يرسم الرايت تري وبعد ما تخلص ترجع ترسم اللفت فهمت في يا جماعه حد مش فاهم الديسبلاي فاهمينها طيب اتبقى بقى حاجه صغيره جدا الفانكشن بتاعت التاب
الفانكشن بتاعت التاب ديت هي فكرتها ايه؟ فكرتها ان انا مثلا لما اقول تاب 3 كاني بقول له ايه؟ كاني بقول له خد 3 سبيسز، يعني رايت سبيس بعدين رايت سبيس بعدين رايت سبيس. بس مشكله البلوج ايه؟ ان انا ما عنديش فيه فور لوب، صح؟ فانا عشان ابقى انيتيت الفور لوب او اعمل حاجه كانها فور لوب بعمل ايه؟ بعمل ريكيرجن. انا هنا هقوم قايله له ايه؟ لما التاب عندك يبقى تاب زيرو كانه ولا حاجه، صح؟ طيب لو التاب عندك باكس برقم ساعتها اعمل ايه؟ هقوم قايله له رايت سبيس، وبعد ما رايت سبيس هقوم قايله له اكس 1 هي عباره عن الاكس ماينس 1، وبعد ما هقوم قايله له كده اكس 1 تاب بس. انا كده كاني عملت عدد السبيسز بعدد المرات، فلو دخلت له تاب 3 هيعمل سبيس بعدين نقص 3 خليه 2 وبعدين ينده على تاب 2 وهكذا. خلاص يا جماعه فاهمين؟ خدوا بقى اتندس وروحوا.